في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية فرقة مكافحة المخدرات من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج مقدرة ب 1300 غرام، بالإضافة إلى 6 هواتف نقالة على متن سيارتين سياحيتين وسط مدينة ورقلة، إضافة إلى إنجاز ملف قضائي ضد السالفي ذكر وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة. مكافحة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، قامت مصالح الأمن الحضري الخارجي بالرصاد بناء على معلومات وردت إليها بوجود مشتبه فيه يقومون بترويج المشروبات الكحولية في الوسط الحضري. مباشرة بعد استصدار إذن من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، قامت مصالحي بتوقيف مشتبه فيه وحجز كمية من المشروبات الكحولية تقدر ب 1437 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. مباشرة تم تشكيل ملف جزائي قدم على إثره الأطراف إلى سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة.